اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج نفسك في ايه. ويا ترى انا ممكن يكون نفسي في ايه؟ كمان نانا بصراحه. كمان نانا كده وكمان نانا حاجات تانية حلوه كتير يعني. كمان نانا لسه ايوه دي تخلص بقى كمان. والله عندك حق، يعني نخش في 23 على طول، هو رقم حلو. نفسي اعيش حياه حلوه، كل اللي حواليا مبسوطين. نفسي اخلص جيش، نفسي اتجوز ويبقى معايا مراتي كده السنه الجايه، اشوف ولادي احسن في احسن حال. نفسي اشوف بنتي احسن واحده في الدنيا باذن الله يا رب هي واخواتها. نفسي اخش الكليه اللي انا نفسي فيها، نفسي اهلي طبعا يفضلوا معايا طول العمر. نفسي ان انا انجح وابقى الاولى على المدرسه كلها وعلى اسكندريه كلها. جينا بقى لسؤال، هدفك ايه؟ تيجوا بقى نشوف الناس هتقول ايه؟ اكون ناجح، اطلع طبال. يا سلام يا سلام على الاحلام الوردية. حلمت ان انا يعني هيبقى عندي شركة تعاونية كبيرة قوي استثمارية في كذا مجال مختلف. ان شاء الله هبقى حاجة كبيرة جدا بجد. الطموح حلو. المحبة، ان الناس كلها تبقى بتحب بعض وكل الناس تبقى حلوة مع بعض. بحلم ان انا اكل مثلا يعني ايه نص كباب وكفتة مثلا ونص فراخ. وماله؟ والله احلام ان ربنا يكرمنا ونعيش كويسين مستورين والحمد لله، مش اكتر ولا اقل. ان انا ابقى مبسوط واخلي والدتي مبسوطه واخويا مبسوط. لا ما تلاقيش. ما يضرش برضو. والله ما تلاقي. اكيد ما وريش حاجه، بصحى انزل اصحى انزل اصحى انزل بس. انتهي كل خلافات، انتهي كل حروب. والله الحمد لله ان احنا لسه بنحلم. يا رب اللي قدمناه يكون عجبكم. شكرا ليكم ونشوفكم في حلقة تانية.